السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم The Hunter. النهاردة هنجرب مع بعض الجهاز اللي احنا عملناه في الفيديو اللي فات، هنشوفه على بعض الجيمز اللي الجرافيكس بتاعها عالي جدا، ومش كده وبس، احنا هنحاول نعلي الجرافيكس بتاعتها بزيادة من خلال الاوبشنز بتاعتها على حسب الجيم طبعا، اذا كانت الترا سوبر او سوبر، وهنشوف مع بعض الجيمز دي ازاي هتأدي معانا وازاي هيكون فيها اي جليتش او فيها اي تهنيجة بسيطة. كمان هنشوف مع بعض الفريم ريت بير سكند على السكرين قدامنا علشان نقدر نعرف احنا واصلين لحد فين بالجهاز اللي عملناه. ما تنسوش تتابعونا، واذا عجبكم الفيديو لايك وسبسكرايب. خليكم معانا. زي ما احنا شايفين اول جيم معانا هي شادو اوف ذا توم برايدر. الجيم دي الجرافيكس بتاعتها عاليه جدا زي ما احنا شايفين بالديتيلز بتاعتها. احنا علينا كل الجرافيكس اوبشنز اللي موجوده فيها، ولحد دلوقتي احنا تمام واصلين 60 فريم بير سكند، ودي اللي احنا متوقعينه المفروض في لعبه زي دي. زي ما احنا شايفين الديتيلز بتاعتها عاليه جدا، كل التفاصيل اللي فيها اندر ووتر تمام، اللعبه ما فيهاش اي جليتش، ما فيهاش اي مشكله، ماشيين عادي جدا بكل التفاصيل اللي موجوده، كل حاجه موجوده فيها، حتى بنعدي من الزنقور عادي مفيش مشكله، كله تمام، عدينا اهو حتى بالنفايات كله موجود بالجماجم تمام، هي حتى تقريبا هي بتموت، فاحنا نحاول نوصل للنفس. تعالى تطلع، يا نهار ابيض يا نهار ابيض، مش عارفه تطلع، روحي. ايوه خدت نفس، والله كلنا تنفسنا معاها. فزي ما شايفين الجيم عندنا هنا تمام، ما فيهاش اي مشكله، ولسه احنا على 60 وبالديتيلز واضحه وجميله وكده. اول جيم معانا باست. زي ما احنا شايفين الجيم التالت اللي معانا النهارده هو دوم ايترنال. ايه ده؟ الدوم ايترنال احنا علينا الجرافيكس بتاعها برضو من السيتنجز بتاعتها على اعلى حاجه، بحيث ان احنا نشوف الجرافيكس كارد بتاعنا هيقدر عليها ولا لا. ولحد دلوقتي هو ما عندوش اي مشاكل، احنا في ال 60 فريم بير سكند which is fine. طبعا احنا عارفين ان ال 60 فيما فوق هو احسن حاجه، طبعا احنا بندور على حد كده بس ان نبقلشه بس ان شاء الله. اهو اهو تعال، خد 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 تعال، ده كان هينط لي يا ابن اللذينة. طيب ده بص مش هيموت الا لما انزل، هو عايزني تحت، فاحنا كده لا تمام، الشوتينج تمام، السرعه حتى بتاعت الجيم تمام، ما عندناش اي مشاكل فيها، كله شغال عادي جدا. في اتنين عمالين يقتلوا في بعض تحت اهو، عمال يضرب. يا ابني ابعد عني يا ابني انا مؤذي. المهم ف الجيم بصراحه لا حلو جدا، في حد بيعوض الجيم بصراحة، جيم بلاي ممتع ما فيهوش اي مشاكل، سريع جدا، الشوتينج سريع ما بيقولش لأ بصراحة، لا الجيم تمام ما فيهوش اي مشاكل كده. احنا الجيم التاني بتاعنا باست. خلونا نتابع الجيم التالت اللي معانا النهاردة ونشوف امكانيات الجهاز بتاعنا عليها هيقدر يشغلها ولا لأ. الجيم التالتة اللي معانا النهاردة هي مترو اكسودس. الجيم دي من الجيمز الجرافيكس بتاعتها كويسة جدا، واحنا كمان عليناها تاني من السيتنجز بتاعتها، عملناها الترا سوبر، مفيش اي مشكلة، اللعبة شغالة خالص بمنتهى البساطة. احنا ماشيين كده نشوف ايه الدنيا، احنا مش عارفين ايه المفروض يحصل. طيب اهو يعني مين ده؟ عايزنا نروح نبقى للشخص اللي هناك ده في هدوء. حاضر، احنا بنسمع الكلام، يعني احنا في الجيمز اللي زي كده احنا نسمع الكلام عشان الجيم تكمل، ما انت لو ما سمعتش الكلام مش هنكمل الجيم. خد بقى، معلش احنا اسفين يا عم الحاج، اضرب دماغه نزله في الارض. طيب اروح فين انا بقى دلوقتي؟ الراجل بص، افتح الباب يا عم، افتح الباب، افتح الباب. اضرب ليه يا عم؟ ما انا كنت كويس. بقلشونا.
طيب يعني انا قتلت الراجل كده ببلاش، بس بقى انا هسيبك بقى، بس بقى ده انت كداب قوي، بس انا هسيبك وامشي، انا اروح اقتله في سكوت. اسكت. طيب ماشي، معلش هنقتلك تاني، معلش. بعدين نقفل النور، وبعدين نفتح الباب، وبعدين ناخد شوية من الجاربج، نحذف بقى الجاربج دي، نحذفها فين؟ نجي عند الباب بقى، انت فين؟ بص تمام، احنا كده عملنا المطلوب زي ما احنا شايفين. بصوا الاضاءة، الخيالات، الحركة، كله مظبوط جدا، كله مظبوط جدا، ولسه احنا على 60 بمنتهى الاريحية، مفيش اي مشكلة في الجيم بتاعنا. الجيم الرابعة اللي معانا دلوقتي هي The Witcher Wild Hunt. الجيم دي تعتبر من الجرافيكس العالية جدا، واحنا كمان علينا الجرافيكس من السيتنجز بتاعتها، خليناها كله الترا، ولحد دلوقتي احنا على 60 فريم بير سكند، which is fine. الجهاز بتاعنا ولا فارق معاه، الحمد لله شغال كويس جدا. الجيمز كلها اللي شغلناها لغاية دلوقتي ماشية على 60 عادي جدا، يعني ممكن يشغل اكتر من كده لسه، فالجيمز كلها تمام اهو ماشي. تكستشر زي ما احنا شايفين، الخيالات بتاعت الشجر، خيال الحصان، السكاي، الكلاودز، الشجرة اللي بيتحرك، الحصان وهو ماشي، شعره لمؤاخذة حتى وهو بيجري. نجري شوية، نجري أسرع شوية، مفيش أي مشكلة، أمورك تمام، أمورك زي الفل. تمام شايفين، يبقى الجيم الرابعة بتاعنا ذا ويتشر ما فيهاش اي مشكلة. نشوف الجيم الخامسة والاخيرة بتاعتنا اخبارها ايه، تابعونا. الجيم الخامسة والاخيرة اللي معانا النهاردة هي فورتنايت. انا هنا بلعب سولو زي ما احنا شايفين، الدنيا زي الفل اهو، معجل تمام، هو تمام، دول ولادي بيتدربوا هناك اهو، كله تمام. وادي الجمب، يا نهار ابيض مين دول كله؟ طيب تمام، ولا في اي مشكلة، ولا تهز، الحمد لله الجرافيكس عالي، الدنيا تمام، مفيش اي مشكلة اهو. برشطات كتير نازلة معانا طبعا، بما انها شغلت الفورتنايت فبتشغل البابجي عادي جدا، بتشغل الكول اوف ديوتي كمان، كله تمام، مفيش اي مشكلة، كله بيشتغل. ما تبقلشنيش، ما تموتنيش، اديله بقى، اديله بالبتاع، هش من دماغه. طيب زي الفل زي الفل، الراجل يعني كان قاعد لا بيه ولا عليه، لقى واحد كده ما يعرفش دخله منين. ام قتل الببجي والكول اوف ديوتي كله زي بعض. طب احنا بقى نفلسع احسن، هو اهو الواد هنا اهو. مع السلامة، كده احنا تمام، احنا كده شكلنا هنكمل الجيم مش هنكمل الفيديو، فا اسيبكم بقى، وزي ما شفتوا الجهاز بتاعنا اخباره ايه،
كله تمام، جهازنا شغال مية مية. ولو كنت في الإمارات وحابب تركب جهاز، عندك بادجت معين وحابب تركبه، تواصل معايا على الفيسبوك بيج بتاعتي The Hunter، وأنا إن شاء الله على طول بساعدك وبقدر أقولك إيه الإمكانيات اللي ممكن جهازك يحتاجها. شكرا ليكم جدا، وما تنسوش اللايك والسبسكرايب. شكرا ليكم.